هتصدقوا ان هذا الادمي ساكن داخل الشجره هذا، والله ما في غرفه نوم داخل الشجره هذا. صاحب الدكان خرجه من الدكان لانه ما قدرش يدفع حق الايجار بسببه. الرجال يعني شغل عقله و طلع على الغرفه يعني وسكن هنا، سكن في هذا الشجره. ايوه هيك طلع، تغير مستقبلك. ساكن ساكن عند احد. وش نصور طالع؟ لا يصور لك داخل غرفتنا سروين العسل حقك. واو غرفة وحركات يا حبيشي وين نام؟ أو يا ساتر حقي بس كبير. وين الدرجة؟ يلا صنصي. يا ولد والله اني قوة. تدخل من هنا. الله وهذا الغرفة. ها امسك التلفون. ايوه خليني اطلع عندك. اخي والله انك عقل والله. طبعا هذا الشجره في الشارع وطلع من هنا. اصبر تطلع من الشجره الى الغرفه. وهذا الاخ احمد الحبيشي مخزن ما شاء الله، طاقة يا ولد حركاته وكهرباء. بعيد عن الإيجارات وبعيد عن مشاكل المأجرين وبعيد عن وجع الراس. بالله مرتاح يا أحمد هنا؟ ها؟ مرتاح؟ الله يوفقك. الحين كيف ننزل؟ يا عبد الله والله اني غرفة عالمية طالع ساكن انت هذا. احنا